بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین سلام علیک یا دای الله و ربانی آیاته سلام علیک یا باب الله و دیان دینه سلام علیکه یا خلیفت الله و ناصر حقه سلام علیکه یا حجت الله و دلیل ارادته سلام علیکه یا تالی کتاب الله و ترجمانه سلام علیکه فی آناء لیلک و اطراف نهارک سلام علیکه یا بقیت الله فی ارزه سلام علیکه یا میثاق الله الذي اخذه و بکده سلام علیکه یا وعد الله الذی زمنه سلام علیکه ایوها الالم المنصوب والعلم المسبوب والقوس والرحمت الواسع فقط وعدا غیر مکزوب. السلام علیک حین تقوم السلام علیک حین تقعد السلام علیک حین تقرا و تو السلام علیک حین تسلي و تقنود. السلام علیک حین ترک و تسجد السلام <سؤال> عليك هنا تعلل وتكبر السلام عليك هنا تحمد وتستغفر السلام عليك هنا تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المعمون السلام عليك أيها المقدم المعمول السلام عليك بجبام السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب وأهله وأشهد وأشهدك يوما أن لي أن أمير المؤمنين هجته والحسن هجته والحسين هجته وعلي ابن الحسين هجته ومحمد ابن علي هجته وجعفر ابن محمد هجته وموسى ابن جافر هجته وعلي ابن موسى هجته ومحمد ابن علي هجته وعلي ابن محمد هجته والحسن ابن علي هجته وأشهد أنك هجت الله أنتم الأول الآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن الناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبأس حق وأن السراط الحق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والبيت بهما حق يا مولاي شغیر من خالفکم و سیدم من عطاکم فاشهد فشهد أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من أدوك فالحق و ما رزيتموه والوتر ما أسختتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وأخركم ونصرتي مؤدة. لكم ومادتيه خالصتكم لكم امين امين صدق الله العلي العظيم